مهندس فرج عامر بصراحه راجل محترم اخويا بصراحه بيعزني جدا، اعطاني فرصه كبيره جدا في سموحه. اشتغلت معاه كتير، اشتغلت معاه وصلت لنهائي كاس مصر برضو نفس النظام مع الزمالك 2018. عارف الماتش حصل الجول بتاع كاسونجو اللي كسبان 1-0 10 تنفار اكسترا تايم. زعلت على نهائي كاس الرابطه اكتر ولا نهائي كاس مصر بتاع سموحه؟ زعلت على نهائي كاس الرابطه عشان انا بورسعيدي فكنت همشي عن غايه الحمد لله، يعني حتى اما كنت ربنا بقى كان يفتكرني كان هيحط الكاس على التربه، كان يبقى مكتوب باسمي حصل على كاس الرابطه. والله العظيم يا كابتن ميدو زعلت اكتر، مش نفاق والله، لان بلدي صحيح. بس كان نفسي برضو ان انا احقق بطوله. انا وصلت ثلاث مرات نهائي كاس مصر ما خدتهمش. وانت وانا مدير، وانا مدرب، انا وفاقوسة، انا وكابتن مدحت فاقوسة رحمه الله، الله يرحمه، يعني كان راجل جميل قوي قوي. عمري على فكره ما قابلته بس كان نفسي. لا ده انت لو كنت شفته حاجه جميله. ما هو الصوره هي كابتن مدحت فاقوسة. ده راجل راجل عظيم، والراجل ده بقى حمد. اللي تقول عليه خير اللي في جيبه مش ليه بصراحه. يعني يقعد كده يعني كده يعني شويه مواقف يا كابتن، مواقف كبيره يا كابتن. كان احد اللاعبين برضه طلع قطعنا من الاسبوع اللي فات من ايام الثمانينات، كنت انا مرنته، كان باك رايت مش هقول اسمه. فمره واحد معدي كده راجل مليونير كويس قوي كده، فمعدي فاقوسة قال له اتفضل يا حاج. الراجل اتفضل، قال له تشرب ايه؟ قال له قهوه. مظبوط يا كابتن مدحت، اللي عدى كان محتاج 2000 جنيه عشان يجيب موتور العربيه. حي يرزق مرزقك. وبعدين بعد كده بيقطع عشان ما جبتوش ايه اتعين. فقال له الراجل اتحرج مليونير. فاقوسة كان بيتمنى يخدم الناس كده. قام الراجل مطلع 2000 جنيه. قال له اجري يا ابني هات موتور العربيه. قام الراجل بعد ما خلص القهوه، عاوز اقول لك على حاجه يا كابتن مدحت، اغلى فنجان قهوه شربته في حياتي. بس هو كان عايز الخير لل هو بيعمل خير. لا ده هو عنده عيب الراجل ده الله يرحمه، مش عشان ما اقولش ماتوا ما حوش حاجه. مدحت فاقوسه، مدحت فاقوسه كان اللي في جيبه اي حد يلجا له يخش على مكتب المحافظ. انا مدحت فاقوسه كذا، يعني هو حتى لما جاب كاس العالم بتاع العسكري قال لي والله انا بقول لك اهو، هو جابه لوحده مش انا معاه. راح للمحافظ قال طلبتها كابتن مدحت، قال له اعمل لي تمثال مكان ديني سيبس. كان بيشاور كده انا اشاور كده على ناحيه كاس العالم. فهو يعني الله يرحمه كان راجل جميل، يعني جميل جدا وتعلمت منه كتير بصراحه. صحيح. نخش في الصوره اللي بعدها، كابتن محمود الجوهر الله يرحمه. ده العظيم الله يرحمه، انا استفدت منه كتير قوي. انا معايا كشكول ليه كنز، كان هو بايده بخط ايده كل التدريبات اللي كان بيعملها ايام الخطيب والكلام ده قد كده. كان بيدون الحته اللي انت بتقول التقييم، كان بيدون كل حاجه. التسعين دقيقه، العشر دقايق، فلان وفلان وفلان، حمد جمعه وفلان وفلان، فلان ده كنز، كنز بالنسبه لي. ده كان يعني. كان قلبه ميت كابتن جوهر الله يرحمه. حاجه جميله. وبعدين في حاجه كابتن ميدو، انت اشتغل، انا اسف، انت دربني، ده دربني، دربك انت. هو لا ده هو الكابتن جوهر الاول واحد جابني المنتخب وانا عندي 17 سنه. طب والتدريب النهارده انت حضرتك بتتكلم على، انا عشان اعمل واحده تدريبيه بقعد 4 ساعات عشان اعمل. هو كان بيقعد في الاوضه بتاعته ايام الفيديوهات الفيتاماكس والصغيره والكلام ده في الاوضه بتاعته، الصومعه بتاعته، لانه هو اجى النادي المصري. جه ومشي قبل العوده، مشي قبل العوده على طول يعني. فحاجه صحيح. يعني كبيره. ده كان سبع عصره فعلا، كان سبع عصره، وكان راجل محترم منظم ومخلص. وكابتن جوهر يعني الله يرحمه واحد من الجنرال بصراحه. زي ما قال اب يعني كلنا الصوره دي يعني. انت اللي اصريت كابتن ان انت تبقى موجود مع كابتن علي. لان كابتن علي طول عمره اخويا، غير الكلام اللي بيتقال. وبقول له يا كابتن علي غير الكلام، انا عمري ما اتكلم على حد. هل طلع كلام اللي انت قلت حاجه عليه؟ هو كلام كل يوم. وفاكر الراجل ملوش ذنب. الراجل اجى مسك النادي ده حاجه بتاعه رزقه، والراجل كفاءه بتاعت رزقه، ومسك قبل كده وكان بيتعاون معايا. راجل قابلني بكل احترام بالنسبه لي. فهو بصراحه بتمنى له التوفيق، وبقول له ربنا يكرمك يعني. و واقول له يعني برضو النادي المصري مستر كامل يعني، والناس دي يعني احنا العلاقه بين الانديه، فرجوا يتعاونوا برضو معايا كابن بلدي، يتعاونوا معايا بقى مع نادي الداخليه كويس يعني كده، يدعمونا يعني. محتاج منهم لعيبه، محتاج باذن الله. وهتكلم المهندس كامل والراجل يعني سمعت اكيد هيبقى عايز يساعدك. سمعت اللي قال لك انا مع اللواء عثمان يعني كان بيكلمه الدكتور موسى، قال له مستر كامل عطى تعليمات. مستر كامل بيساعد كل الانديه. وانت عارف اخر لقطه عملها بتاعت الاسماعيلي. طبعا. بتاعت سيرج، بتاعت لا بتاعت سيرج اكا، لا مش بتاعت سيرج اكا، بتاعت اسمه ايه، ياو انور، انور ياو. برضو الراجل برضو سمعت ان هو برضو
هو راجل علي طلب منه فلوس فصراحه كتر خيره يعني عمل ان شاء الله.